أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. آسفين على التأخير 5 دقائق، وبالبداية بس مثل ما بتعرفوا أصدقائنا، اليوم حلقتنا راح تكون عن أخطاء القرآن مع نبينا الغالي سامي ذيب. خلونا نرحب فيه، أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلا بك وأشرف على صحتك وصحة جميع المشاهدين والمشاهدات. على صحتك نبينا، على صحتك، صحة وهنا في الخمرة الحقيقة. واليوم نحن هنا حتى نقول الحقيقة وليس سوى الحقيقة شيء نريده. نبينا، طبعا نحن عملنا حلقات عديدة في نواقص القرآن، هل سنكمل في نواقص القرآن كمان؟ أكيد أكيد. بداية أريد أن أقرأ لكم رسالة وصلتني من واحد من المشاهدين ربما أو القارئين لمقالاتي، وهو مهندس متخرج من جامعة بغداد كردي. فهو كتب لي الأمر الآتي، حقرأ لكم رسالته. سلام عليكم حضرة النبي سامي الديب الدجال. أيوه، سلام عليكم. في البدء أستميحكم عذرا لوصفكم بالدجال، لأنك تفرض على كل من يخاطبك أن يدعوك بالنبي كما هو ظاهر في اسمك. ولما كان المسلم لا يؤمن بنبي بعد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن حقه أن يصفك بالدجال مقابلة بالمثل. قولك وقول الأفاكين بوجود أخطاء في القرآن الكريم من التهافت والسخافة لا يمكنك تصفيقها إلا على المغفلين الذين لا يعرفون عن اللغة إلا قشورها. فأنت تزعم أن عربيا ولد في مكة ومن أشرافها، عاش في باديتها وتلقى لغته الأم، محاليب أمه ومرضعته، أخطأ في العربية في 2000 موضع. وهذه كذبة ليس بحق محمد صلى الله عليه وسلم، بل بحق كل متحدث بلغته الأم. والشاهد على جلالك وتوفيقك أنك لن تجرؤ أن تعلن عن أساس اتهامك بالخطأ لمتحدث بلغته الأم أمام أي محفل لعلماء اللغات، لأن ادعاؤك مبني على أساس باطل لا يمت إلى العلم بصلة، ولا يقبله أي عالم بأية لغة على شفاه البشر على البسيطة. ولأنك في زعمك الباطل هذا تتهم دالي وهيمن الكرديين وشيرازي الفارسي وشكسبير الإنجليزي ودانتي الإيطالي وفولتير الفرنسي وديستويفسكي الروسي وغوتي الألماني وكل العظماء عظماء بأنهم أخطأوا في لغاتهم في كتاباتهم بلغتهم الأم. فلو أخطأ محمد في العربية لغته الأم لكان كل كاتب أو متحدث بلغته الأم معرضا إلى الخطأ ومقترفا لها. فهل حقا يصدق عالم باللغة ترهاتك ورأيك الملفق والساذج والمتهافت حول متحدثي لغته الأم؟ أنا على يقين بأنك لم تجرؤ على عرض رأيك الماكر والمخادع عن اللغة على أي مجمع علمي لغوي، لأنه ببساطة سخرية واستهزاء بكل لغات العالم والمتكلمين بها وعلى رأسها علماءهم. هذا ما كتبه لي صاحبنا. وأريد أن أرد عليه. أنا بعثت الآن مقال للحوار المتمدن وأمل أنه يصدر قريبا، وأشرت له أنا شخصيا أعتبر محمد نبي ولكن ليس خاتم الأنبياء وغير معصوم عن الخطأ، وأنا شخصيا فتحت باب النبوة وحذفت عقيدة العصمة، ويعني عملت حملة لترشيح نبي جديد، وأرجو من جميع قرائي أن يدعموا هذه الحملة، وأعطيت الرابط. وثانيا قلت أنه أنا بعثت كتابي لأكثر للأزهر وهيئات دينية إسلامية أخرى ولأكثر من أستاذ جامعي عربي وإسلامي ولم يردوا علي. وثالثا مو صحيح أنه اللي بيكتب بلغة الأم لا يخطئ، لأنه كل أستاذ جامعة قبل ما ينشر كتابه بيعرضه لقارئ ليصحح اللغة، لأنه الكاتب
لا يستطيع أن يكتشف أخطاءه، وقد اكتشف المفسرون أخطاء في القرآن وتم تصحيحها من خلال القراءات المختلفة. جاء تصحيح في القراءات المختلفة. هذا يعني ما رديت عليه باختصار المفيد مع نقاط أخرى، بس هذا هي الأساسات. وقلت له إنه أنا في كتابي عرضت إنه هناك 11 نوع من الأخطاء اللغوية، وعملت حلقات معك أكثر من 20 حلقة، فليرجع لها من يريد، وكتبي محملة مجانا، ممكن يحملها ويطلع عليها لمن يريد. هذا يعني نوع من النقاش الذي يدور حول الأخطاء اللغوية. جميل جدا إنه في هناك ناس يعني يتفاعلوا، يعني مش مهم هو بيعطوني حق ولا بيعطوني باطل، مو مشكلة، المهم إنه هناك من يقرأ، المهم إنه هناك من يقرأ، وأنا أمل إنهم إما يصححوني وأنا أول الشاكرين، أو إنهم يستفيدوا. فيعني الاستفادة بتكون متبادلة كل جهتين، يعني أنا مو خسران. إن كان معاهم حق ليش أزعل؟ وإن كانوا على باطل ليش أزعل؟ ما في زعل، يعني على كل، أنا يعني لم أدعي أبدا العصمة، وسبحان اللي ما بيخطأ. وأنا وجدت 2500 خطأ، يقول لي كم خطأ هو يقبل فيه، مو مشكلة مو مشكلة، واحد كويس، وبعدين نشوف وين بطير راسه، بنشوف وين بطير راسه، مش مشكلة. والمشكلة ما بينا انه حتى اذا ما اعترف ولا خطأ، انت طارح قدامه 2500 خطأ، انت طارح قدامه 500 خطأ، جيب هالاخطاء هاي وقول لي وين الصح وين الغلط، بما انه تدعي انه النبي سامي الذيب هو غلطان، فرجي وين الغلط حتى نعرف نفهم. يعني هو رجل، هاي الحلقة ال25 ال24 عم بيشرح فيها أخطاء القرآن، كل خطأ بخطأه، أنت تعال فرجينا النقيض يعني على الأقل. على كل، هذا المهندس ما دام انه كتب اسمه على الفيسبوك يعني بصوره مباشره من دون عيب ولا شيء، يعني ما في عيب اصلا، كل واحد له حق يبدي رايه، ومو خايف انه يكتب اسمه. فانا ذكرت اسمه عبد السلام ملا ياسين، عبد السلام ملا ياسين، وله صفحه بالفيسبوك، وله صفحة في الفيسبوك، وكاتب إنه هو بيشتغل في كركوك، إنه يشتغل في كركوك. ما في مانع، ما في مانع، الله يوفقه، الله يوفقه. على كل أهو، وحتى حاط صورته، حامل كتاب ومبتسم ومبسوط على حاله. أي مو مشكلة، يعني أنا بتمنى له كل الخير والبركة، وباين انه يعني وراء مكتبه مش بطالي، مش بطالي، يعني انا ما بعرف شو محتوياتها، بس ظاهر انه فيها كتب دينيه، ظاهر انه فيها كتب دينيه، وصاحبنا لابس نظارات وله شوارب، فاهم علي؟ وعنده يعني كرش كويس، يعني بياكل منيح يظهر، وبدلته حلوه، ولابس كرافته، ايوه، وبدله وبنطلون، وما شاء الله عليه، يعني اهو واقف على سجادي، يعني ميسور الحال، الله يوفقه، الله يوفقه. الحاصل الآن نحن هنكمل حلقاتنا عن نواقص القرآن، وقلنا نواقص القرآن هي أخطاء، لأنه إذا كان الخطاب غير مستوفي عناصره، فهذا يعني أنه خطأ، ولا يفي بشروط البلاغة التي تعني إيصال المعنى دون إبهام للمستمع، للمخاطب أو للقارئ الحاصل. فإحنا حنشوف إزاي، ما هي الآيات التي جاء فيها نواقص، وكيف قام المفسرون وفقا لنظرية الحذف والتقدير بتقدير هذه النواقص، وكيف كملوها. فاحنا توقفنا آخر مرة عند يعني بداية سورة الشعراء، ويعني الآن إذا نرجع لسورة الشعراء، آمل إنه كل شيء يصير كما يجب. أهو
وأنا يعني بعطيكم هنا أعرضها أمامكم علشان إيه إنكم تستطيعوا تتابعوا هذه الصورة، واللي علشان يكون فاهم مفهوم الأمر، هذه حرف الميم، حرف الميم في البداية يعني إنه ميم هي مدنية مكية، يعني سورة مكية رقم 47 بالتسلسل التاريخي، 26 بالتسلسل العادي، واحد هو رقم واحد الآية، وقلنا إنه موجود هنا مذكور إنه هي عدد الآيات 227 مكية عدا الآيات 197 و 224 إلى 227. أوكي، وهي تبدأ ب ط س م، يعني الأحرف المقطعة ط س م اللي ما بعلم علمها إلا الله. طب خلاص إذا ما بعلم علمها إلا خليها عند الله، ما لنا حاجة فيها، مو مشكلة مو مشكلة، يعني الله قاعد بضيع وقته معانا، مو مشكلة. أوكي، هلا احنا حنشوف ما هي نواقص الآية. الآية السابعة هنا تشوف أن أنا وضعت هنا كتابي هو يحمل مجانا، لكن لن تجده بالألوان مثل هنا، أنا عملت الأولان الألوان عمدا علشان تستطيعوا تتابعوا. أوكي، يعني لهدف المحاضرة. لا يسعت أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أوضح أني أنا أركز فقط على نواقص القرآن، لا أنظر للأخطاء الأخرى، يعني أكيد في أخطاء أخرى، لكن أنا يهمني نحن نركز، هذا نوع من الأخطاء نواقص القرآن، فيعني أكيد في ربما حنقع في آيات أو أكيد في آيات فيها أخطاء، لكن لن نذكرها لأن همنا الأخطاء تلك، ليهمنا فقط النواقص. فهنا الآية تقول إذن أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. زوج كريم يعني شو زوج كريم؟ كملها المنتخب وهو تفسير الأزهر، تفسير الأزهر، كل زوج من نبات كريم، لأنه زوج هو ممكن يكون للرجال والنساء. وفعلا في آية أخرى تقول وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، يعني احنا رحنا رأينا في آية أخرى ازاي هو ذكر كيف ذكر، فنتعامل بصورة يعني بصورة يعني نقيس على الآيات الأخرى. أوكي، كم أنبتنا فيها من كل زوج من نبات كريم. أوكي، واضح. إذن إحنا اعتمدنا إنه على الآية الأخرى التي تقول أزواجا من نبات شتى. أوكي، في بعدين الآية 10 تقول وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى أن أأت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك يعني شو وإذ نادى ربك؟ كثير من الآيات تبدأ بكلمة وإذ، لكن المفسرون حسب الآيات يعني أضافوا إلى يعتبروا هذه الآية ناقصة، لأنه وإذ نادى ربك يعني شو؟ لأنه هذا جواب الشرط، فين الشرط؟ واذكر إذ نادى ربك، تكملتها واذكر إذ نادى ربك. أوكي، حنكمل يا سيدي. هنا
الآية 22. الآية 22 نأخذ الآية اللي قبلها. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فيعني شو وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل؟ فرأوا أن هذه الآية ناقصة. فالجلالين كملها: أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ولم تستعبدني. ولم تستعبدني. أيوة، يعني هو يقول له يعني أنت بتمن علي على شو؟ علشان أنت ما خليتنيش أنك عبدت كل شعب إسرائيل، سويتهم عبيد إلا أنا. فالجملة يعني هو فهموها هيك فكملوها: أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ولم تستعبدني. وهو تكملة الجلالين. أوكي، واضح أنه لو كان الآية واضحة مو ضرورة أنه جلالين يضيف لها عناصر أخرى. نكمل الآية، نأخذ في الآية 45: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة أرضا ساجدين. ممكن نحن نخليها بس بيكون أوضح الآية: فألقي السحرة ساجدين. لأنه فألقي السحرة ممكن تقول يعني ألقى من الشباك، يعني رمى من الشباك، لكن هنا واضح انهم يعني السحرة وقعوا على وجههم ساجدين. فألقي السحرة، مين اللي ألقاهم مش معروف، كل مش بإرادتهم، واضح انه مش بإرادتهم، او يعني فرض عليهم او ما اعرفش ايه، ايه من العجب. مهم، نكمل الآية 43: فوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. طيب، فاضرب بعصاك البحر فانفلق، هو في كلمة ناقصة، فضرب فانفلق، لأنه قال له أعطى أمر قال له اضرب بعصاك، موعي ولا البحر انفلق. بس قبلها بيجي فعل آخر، إنه موسى بناء على الأمر ضرب بالعصا فانفلق البحر، لأنه لم ينفلق البحر على بمجرد الأمر اللي الله طالع موسى، ولكن بفعل موسى بناء على أمر الله. أوكي، يعني الآية: فوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أوكي، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هنا وجدوا إنه يسمعونكم يعني هم طرشان، ملهاش معنى. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لا، ملهاش. هو مش قصة هل هو اطرش أم بيسمع، هل هم يسمعون دعائكم؟ فأنت مجبور تضيف دعائكم إذ تدعون، فهم علي؟ وهو إضافة من ابن عاشور.
طيب هلا الآية 77، هنقرأ الآيات اللي قبلها. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هنا ابن عاشور وجد أنها ناقصة وكملها كالآتي: فاعلموا أنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما لي ولا فإنهم عدو، يعني ناقص الآية. أوكي، هذا على رأي ابن عاشور، هو مفسر تونسي شهير. نكمل. أيوة، قالوا أنؤمن لك، الآية 111، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فالسيوطي في كتابه الإتقان رأى أن هذه الآية ناقصة، فيها حذف وتقدير، وقال قالوا أنؤمن لك وقد اتبعك الأرذلون، وقد اتبعك الأرذلون. أوكي، نكمل نكمل. أنتوا شايفين إزاي إحنا مسرعين، لأنه إحنا في حالة النواقص، إحنا نشوف فقط النواقص هنا. طيب الآية نقرأ 217: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك تقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نبينا المعذرة، بس صار يطلع غشة مع الصوت. أيوة، لو بس تطلع وترجع تدخل، لأنه أمرك أمرك. طيب تسلم. أيوة أنا أنت كمل. سلف الجماعة، سلف الجماعة. أكيد نبينا، أشكر أسين أصدقائي طبعا على العطل الفني هذا. أتمنى من الأصدقاء طرح الأسئلة، وأصدقائي أنا بصراحة يعني كنت عم بحاول أعمل بالبرنامج هذا الاستديو، ولكن فشلت يظهر. على كل حال أتمنى من أصدقائي يعني إرسال الرابط ومشاركة الرابط حتى يشاهدون أكبر عدد ممكن من الأصدقاء. أرحب بكل الأصدقاء المتواجدين معنا، أتمنى يعني أروح عليهم كلهم وأسلم وأشيك الهاند مثل ما أقوله بكل الأصدقاء. طبعا أخوي ميلاد رح مستر بلاك عفوا رح يبعث لي الأسئلة كلها، يا ريت تضعوا الأسئلة لنبينا سامي، وهو راح يبعث لي الأسئلة، بقية الأسئلة على الفيسبوك. أهلا وسهلا فيك نبينا مرة أخرى. أهلين، إذا حنرجع على الصفحة ونكمل. أوكي، المعذرة إخواني. أيوة، الآية 217: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إيش وتقلبك في الساجدين؟ فهم مكملوها: ويرى تقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويرى تقلبك في الساجدين. أوكي، ناقص الآية. أوكي، نكمل. هلا احنا نروح الآية، الصورة اللي بعدها، يعني اليوم صورة النمل. صورة النمل هو الصورة اللي بتتكلم إنه سليمان بيتكلم مع النمل. على فكرة صورة النمل هي مأخوذة من أسطورة يهودية، هي مأخوذة من أسطورة يهودية. إذا رجعتوا لكتابي طبعة العربية للقرآن حتجدوا مصدرها في الأسطورة اليهودية. وأما الأحمدية فيقولون أن لا، النمل هو اسم قبيلة،
لأنهم بفرغوا القرآن من الأساطير، فبيقولوا إنه النمل، حتى بيقولوا هناك قبيلة في الأردن تسمى قبيلة النمل، فسليمان بيكلم القبيلة وليس الحيوان النمل. أوكي، بس هي في الواقع يظهر عليهم ما قروا أساطير اليهود، بس أساطير اليهود توضح إنه هذه القصة مأخوذة من أساطيرهم. أوكي، هلا أخي الفاضل نكمل. أيوة، الآية السابعة: إذ قال موسى لأهلي إني أنست نارا، إني أنست نارا. طيب، إذ قال موسى، شو يعني إذ قال موسى؟ أذكر إذ قال موسى لأهله، لأنه هذا جواب الشرط، فأين الشرط؟ أذكر إذ قال موسى. أوكي، نكمل يا أخي. الآية العاشرة: والقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. فهنا يا موسى لا تخف، فالسيوطي الجلالين كملها: فنودي يا موسى لا تخف، لأنه هذا مخاطب فلازم تبدأ فنودي، وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين. هذه الآية حسب المنتخب فيها نقصين: وادخل يدك في جيب ثوبك، في جيب بنطلونك، في جيب ثوبك، تخرج بيضاء من غير سوء. طيب، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، يعني شو في 9 آيات؟ في 9 آيات يعني شو؟ هنا أكيد نقص شيء. هذه آية في 9 آيات إلى فرعون وقومه، لأنها حتكون لحالها في 9 آيات مش واضح. هنا عنزة عائشة أكلتها في الهنا والشفاء، في الهنا والشفاء. نكمل. طيب، الآية 22 هنا قصة الهدهد. الهدهد من جديد هي أسطورة مأخوذة من الأساطير اليهود، لكن الأحمدية بيقول الهدهد ده اسم قائد عسكري، مو مشكلة، هم حرين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد. فمكي مفسر اسمه مكي قال: فمكث وقتا غير بعيد. يعني هو مو راح بعيد، يعني مكث بعيد عنه، لا، لأنه قد يكون غير بعيد، يعني أنه ما كانش بعيد، لا، فمكث وقتا غير بعيد. أوكي، نكمل. اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ماذا يرجعون؟ يرجعون شو؟ يرجعون ماذا يرجعون؟ فجلالين فسرها وكملها:
طيب اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون من جواب. يعني شو برجعوا لك جواب؟ ماذا يرجعون من جواب؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هنا قالت يا أيها الملأ، هي يعني هي مختصرة جدا الآية، فتكملتها صارت فأخذ الكتاب فألقه إليهم فقرأته. قالت يا أيها الملأ، لأنه هو راح قال له يا أخي خذ الكتاب واعطيهم إياه وشو شو بيجاوبوك، ما وعينا ولا الملك بتتكلم؟ طب أخي هل هو وصل هالكتاب ولا لا؟ يعني هنا في جزء مش عارفين شو صار فيه من الحلال. الملك سليمان أعطى للهدهد رسالة، قال له بتوصلها؟ لا بتوصلها، لا لا شو اسمها. طيب الحاصلة مهما كان، فأخذ الكتاب فألقاه إليهم فقرأته. قالت يا أيها الملأ، لأنه هناك حدث ناقص. أوكي هنكمل. فلما جاء سليمان قالوا أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان، جاء شو سليمان؟ شو اللي جاء؟ شو اللي جاء سليمان؟ فلما جاء سليمان، فلما جاء الرسول سليمان، أوكي، أو الرسل، الرسل، لأن الآية اللي قبل وإني مرسله إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، مرسلون. فلما جاء سليمان جاء المرسلون أو الرسل، أوكي. طيب بعدين بالآية 73 كل أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. طيب أرجع إليهم، شو أرجع إليهم؟ يعني ممكن يقول أرجع إليهم، روح لهم. فهنا إبهام، فعلشان تزيل الإبهام أضافوا إليها. فالجلالين كملها أرجع إليهم بما أتيت من الهدية، رجع لهم الهدية، أرجع إليهم أيوة بما أتيت من الهدية. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها. شو منها؟ مين؟ من فين؟ أي منها؟ لأنه مش واضح منها ترجع لفين منها. معذرة. فالجلالين كمان من بلدهم، لنخرجنهم من بلدهم، وإلا مش واضح لنخرجنهم منها. منها من وين؟ طيب هنكمل. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، قالت كأنه هو، وأتيناها العلم من قبلها وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هل المشكلة وأتينا العلم من قبلها؟ يعني هو سليمان بيقولها للملك، ملكة سبع بلقيس، أنت هذا عرشك
قالت كأنه هو، يعني يشبه كثير. كبير. أيوة. وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. مين اللي بيتكلم هنا؟ فكمل وقع. قال سليمان وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. طيب. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. فمكي كملها. هنا شو قال؟ لأنها كانت من قوم كافرين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله لأنها كانت من قوم كافرين. لأنها كانت من قوم كافرين. أوكي. سبب. أوكي. هو مكي اللي كمل هذه الآية. يكمل. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ولوطا إذ قال ولوطا يعني شو ولوطا إذ قال لقومه؟ هذا جواب الشرط. أين الشرط؟ فمكمل واذكر لوطا إذ قال لقومه. أوكي. في كثير من الآيات يبدأها وشعيب و و و و و و فالمفسرون عامة أضافوا كلمة قبل الاسم حتى يبان يعني شو ولوطا. واذكر منيح. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا؟ أإله مع الله؟ فهنا المخاطب قالوا يعني مين اللي بيتكلم هنا؟ مع مين بيتكلم؟ فأضافوا إنه الله بيقول لمحمد اسألهم. فاسألهم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. أوكي. في ناس قالت هذا هو المنتخب. الحلبي قال لا، قال هذا المنتخب اللي كان. الحلبي قال لا. فهم في الحلبي قال ما يشركون خير أم من خلق السماوات والأرض؟ مين أفضل يعني المشركون أم من خلق السماوات والأرض؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم السماء فأنبتنا أم من خلق هدائق أيوة أنزلنا لكم سماء فألبتنا بحضاق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا. لأنه هي الآية ناقصة هنا. أم من خلق السماء يعني شو أم من خلق السماوات؟ لأنه هنا مقارنة. فالمنتخب اسألهم من خلق السماوات. شفت يعني هو قال اسألهم من خلق السماوات. فهمت؟ اسألهم من خلق لأمن أمن لأنه هاي تقول جملة مقارنة نوعا ما أو يعني شيء ناقص. اسألهم من خلق السماوات والأرض. لكن الحلبي قال لا، هذا بدايتها ما يشركون خير أم من خلق السماوات والأرض؟ يعني مين أفضل اللي بيشركوا به أم من هو خلق السماوات والأرض؟ البيضاوي جاب غير شيء، اقترح شيء. البيضاوي قال والله خلق
والله خلق، والله من خلق السماوات والأرض. لأنه أمن هو سؤال، بس على شو؟ الآية ناقصة، لا تفهم كذلك. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. إيه الآية هاي؟ شو يعني؟ فالمنتخب قال اسألهم من خلق السماوات والأرض. الحلبي قال ما يشركون خير أم من خلق السماوات والأرض؟ والبيضاوي قال الله من خلق السماوات والأرض. هنا يعني في عندنا حذف وتقدير، وكل مفسر قرأها بطريقته وفهمها بطريقته وتكمل الآية بطريقته. أما كما هي الآية حتما ناقصة، حتما معيبة، فهمت؟ فجاء ثلاث مفسرون، كل مفسر وجد أنه في حذف وقدر المحذوف بطريقته. واضح الأمر؟ أوكي. هنا كما هي الآية أكرر لا معنى لها. طبعا الحال أنت بتشتري القرآن بالكيلومتر طبعت السعودية، لن تلاحظ هذا الخطأ. أوكي. نكمل. نفس الشيء الآية 61 يقول لك أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهرا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. من جديد قالوا نكملها على الطريق السابقة، اسألهم من جعل الأرض قرارا أو أما أو ما يشركون خير أم من جعل الأرض قرارا أو الله من جعل الأرض قرارا. هذه الآية من جديد ناقصة، والآية اللي بعدها نفس الشيء، أم من يجيب المضطر إذ دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هنا من جديد الآية ناقصة، ونفس طريقة التكميل اللي رأيناها، والآية اللي بعدها أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر من جديد ناقصة ونفس التكملة، والآية 64 أمن يبدو الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من في السماء والأرض هنا كمان ناقصة. يعني في أربع آيات واحدة وراء الثانية تبدأ بأمن. فالمفسرون قال هاي ملهاش معنى، الجملة ناقصة، فراحوا كملوها اسألهم وما يشركون خير أمن الله من يبدو الخلق يبدو الخلق. أوكي فهمتم؟ أوكي. طيب الآية 67، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وأباؤنا أئنا لمخرجون. مخرجون يعني شو لمخرجون؟ فجاء الجلالين أضاف لها من القبور. مخرجون ممكن تقول خرجون من فين؟ أوكي لتوضيح الجملة. الآية 83، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوجا. و شو يعني و ويوم نحشر؟ فكملها تكملة، واذكر يوم نحشر، واذكر يوم نحشر.
وبعدين ويوم ننفخ في الصور. شو يعني ويوم ينفخ في الصور؟ واذكر يوم ينفخ في الصور. أوكي نكمل الآية 92. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ومن ضل شو بصير فيه؟ هنا ناقص الآية. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل. طيب نستنى، طب شو بصير في هذا اللي من ضل؟ نقول إذا اهتدى اهتدى لنفسه، ومن ضل إيه بستنى يجيب خيي لك جيب لك جيب مثل فيلم غوار الطوش. يا الله يكسف ركبتك. اوكي ومن ضل ما في. طيب فآيات اخرى مقارنة كملتها، فعندنا آيات اخرى تبين انه هاي الآية ناقصة. ف ومن ضل فإنما يضل عليها، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وهذه التكملة نجدها في عدد من الآيات، يعني احنا ما اخترعناها هاي، هناك عدد من الآيات كملتها بهذه الطريقة، مما يثبت إنه هذه الآية جزء منها أكلتها سخلة عائشة في الهنا والشفاء. أوكي حنكمل. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قرة عين لي ولك، احنا شو؟ فكملها الجلالة، هو قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قرة عين لي ولك، هو قرة عين لي ولك. طيب نكمل، لا تقتل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم جاءت وهم لا يشعرون. شو يعني وهم لا يشعرون؟ هذا ما يسمى التذليل. فهم شافوا انه هاي واقفة، فشو تكملتها اخي هاي؟ وهم لا يشعرون. عيد القراءة. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. شو يعني؟ فشو أضافة؟ فأطاعوها وهم لا يشعرون. هذا تكملة الجلالين. تلاحظ أنا أضفت هذه العناصر. أنا أضفت هذه العناصر، هذا ليس من القرآن، هذه العناصر مني، وهذه العلامة هي علامة التذليل. احنا تكلمنا عن التذليل في حلقات أخرى. أوكي الآية 12. وحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع من قبله، شو يعني حرمنا عليه المراضع؟ مراعي اللي بترضع. وحرمنا عليه ثدي المراضع. هذا إذا كان بمعنى المرضعة، إلا إذا تكون حرمنا عليه الرضاعة من قبل هذا يكون صحيح. أما إذا قلت المراضع تعني المرضعة أو النساء المرضعات فهنا كامل غير كاملة الآية.
أوكي. أيوة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فاخرج، فكملها الجلالة، فاخرج من المدينة، فاخرج من المدينة. طيب. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاة، وأبونا شيخ كبير. طيب، هنا لاحظ انه هنا اعتبر انه في 5 نواقص في هذه الآية حتى تفهم كاملة. ولما ورد ماء مدين، انت ما بتجيش الماء، بتيجي بئر في ميه، تيجي البير مش الميه. اوكي. ولما ورد بئر فيها ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون، يسقون شو؟ أغنامهم. ووجد من دونهم امرأتين تذودون، تذودون يعني شو تذودون؟ أغنامهما. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي، نسقي شو؟ أغنامنا، حتى يصدر الرعاء، رعاء، حتى يصدر الرعاء. أيوة، شوف الرعاء كيف مكتوب، رعاء. طيب، وأبونا شيخ كبير، يعني شو أبونا شيخ كبير؟ وإيش علاقة أبونا شيخ كبير؟ وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي. يعني الآية مختصرة بصورة كبيرة، فجاء الجلالين فكملها. قال إنه هذه الآية في حذف وتقدير. اللي يعرف الآية ممكن يعني هو مر عليها مرور الكرام، مش حينتبه لهذه الأمور. بس اللي حيترجم مش حيفهم، مش حيعرف يفهم، فهيعتبروه عبيط. فمجبور يكمل الآية. طيب، هلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا شو قالوا؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. إيه القصة؟ هذا موسى جاء عند رعيان بيسقوا غنمهم، شافوا نسوان تنتين وقفت على غنمهم على جنب، قال لهم شو بتساووا؟ قالوا والله احنا ما نقدرش نسقي ما دام الرعيان بيسقوا. طيب، طب انتوا شو جابكم هون لحالكم هلا؟ لانه احنا والدنا شيخ كبير ما بيعرف، ما يقدر يسقي، فاحنا جينا نسقي. فموسى شو نشم؟ ما بينفع هيك، لازم يسقي الغنم عنهم. لكن ما هو البير في ناس بيسقوا. فالجلالين كملها، فسقى لهما أغنامهما من بئر أخرى، لأنه ما يقدرش يسقي، هذول قاعدون بيسقي بالبير، فهم علي؟ فازاي يروح يسقي؟ هذول ما هم حوالي البير وبيسقوا، ما يقدر يقول حيدوا عني، حيدوا عني، انا بدي اسقي، بقتلوه قتله، فهم علي؟ شو؟ استنى بدورك تيجي. فهو فالجلالين قال لازم تفهم انه فسقى لهما اغنامهما من بئر اخرى. هنا يوضح المعنى، وإلا بتقول إنه سقى لهما، يصير تناقض مع الآية السابقة.
لانه هذول البير الاول ماسكينه رعاة اخرين وقاعدين بسقوا منه. انقرب على البير وقال لهم حيدوا عني بطعموا قتلي. فكيف سقى ابن الحلال؟ واضح انه مشان يسقي راح الجبر على يروح على بير اخر، لانه مش ممكن الرعاة يخلوه يسقي اذا هم ماسكوا قولوا له بالدور. يعني مثل انت تركب بتشوف طابور على السياره، يعني بدهم يركبوا الباص، ما بتقدر تروح تنط اول الدور وتقول لا دخلوني تعالي انا دوري انا اللي انا بدي ادخل بالاول، ولا برموا من الشباك. فهمت علي؟ فهو حيقول لك لا هاي مش ناقصه، بس انت لازم تفهمها بالمعنى الايه السابقه. يعني منطقيا مش ممكن يسقيهم الا اذا كان راح اسقى، فالخطاب ناقص باعتبار الجلالين مو اعتباري انا. الايه 31 وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان، هذا هو انت، كانها جان، ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فهنا فنودي يا موسى. أوكي. الآية 32 أسلك يدك في جيبك. ورأينا أنه المنتخب كملها واسلك يدك في جيب ثوبك. والجيب في الجيب هو مو إلك، الجيب للثوب. أوكي ولا حتفهم غير شيء. الجيب هو الشك، الجيب هو الشك. إذا تقول أسلك يدك في جيبك يعني الحط إيدك بطيزك، هيكون معناه هيك لأنه هذا الشك. أو حط إيدك بثمك لأنه في جيبك هو الشق. كما هي تفهم هكذا لأنه الجيب يعني هو الشق. فكل شق في جسم الإنسان، حتى في آية ومريم التي حفظت فرجها فنفخنا في جيبها، يعني في شقها في فرجها. فهنا تعني اسلك يدك في جيبك كما هي، هنا تعني اسلك يدك في طيزك، لأنه هذا أو في فمك. فهمت؟ أول وهلة بتقول لا ما واضحة جيبك، لا، لأنه الجيب تعني الشق. الشق يجب أن تحدد أين هو، إذا لا تحدد فجيبك المباشر هو اللي بجسمك اللي تكلمنا عنه. مو ضرورة نكرر الكلمة، أظن فهمتوا. أوكي هلا نكمل. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. شو يعني في آبائنا الأولين؟ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ شو يعني في آبائنا الأولين؟ شو يعني في؟ بعدين حتفهم في المعنى الآخر اللي تكلمنا عنه. لا، فهو ابن عاشور كما في زمني آبائنا الأولين، ولا لا ملهاش معنى. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لا ملهاش معنى. فهمت القصة ازاي؟ انت حتمر عليها، بس انت حتترجم للفرنسي الإنجليزي الإيطالي أو أي لغة تقول وسمعنا في آبائنا الأولين، بقول لك انت شو عبيط ولا مستعبط. ف ابن عاشور كملها.
أضيف أوضح إنه هذه الإضافة ليس من عندي، أنا ما جبتها من بيت خالتي، لا، ده من عند ابن عاشور وهو من كبار المفسرين، مات قبل كم من سنة هو. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. شو بجانب الغربي؟ شو الغربي هذا؟ بجانب الغربي، شو الغربي هذا؟ تفكر الغربي هذا اسم واحد، مثل ما تقول وما كنت بجانب الفرنسي، ملهاش معنى. وما كنت بجانب الغربي، فالجلالين كملها، وما كنت بجانب الجبل الغربي أو الوادي الغربي أو المكان الغربي. هذا الجلالين اللي أضافوا، فهمت علي؟ وإلا إذا قلت وما كنت بجانب الغربي مبهم. واضح الأمر؟ أوكي، هنكمل يا سيدي، هنكمل. طيب، هنخلص هاي الصورة وبعدين نأخذ أسئلة المستمعين المشاهدين. وما كنت بجانب الطور، شفت هنا بجانب الطور، واضح هنا جاب صح، مش بجانب الغربي، ايش معنى؟ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. إذ نادينا مين؟ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. يا سامعين الصوت يا أهل البلد، لا ما ينفع. ما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى. هو الله بكل، لا يا محمد انت ما كنتش جنب الجبل لما نادينا موسى، يعني احنا علمناك فانت علمت السر. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى ولكن رحمة من ربك، يعني شو ولكن رحمة من ربك؟ مش واضح. ولكن رحمة من ربك، شو يعني ولكن رحمة من ربك؟ ليش معنى؟ فكملها الجلال، ولكن أرسلناك رحمة من ربك. واضح الأمر؟ أول مرة تقراها تقول أنت شو يهمك؟ كلام الله، كلام مقدس، لا يسأل. كمل، ما في شيء، كمل. أنت لما تحاول تترجم تقول لا يا مصيبة المصايب، أعمل شو هاي بالآية؟ فالجلالين اللي هو كمان بعقل حاله ومفسر مجبور يفهم، فسر للي يقرأه، فكملها الطريقة اللي ذكرناها، فهمت علي؟ الآية 61، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. شفت أفمن هنا إلها جوابها، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متع، يعني هي مقارنة، أفمن هو كمن. في الآية السابقة قلنا ناقصة، هنا واضحة إنها كاملة، لكن برضو هنا فيها نقص. فين؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. من المحضرين يعني فين من المحضرين؟ شو يعني من المحضرين؟ يعني بيجي وقف قدامنا؟ لا، قال لك الجلالين من المحضرين النار، يعني اللي احنا جايبينه للنار، لأنه بقول هذاك واحد كان كويس فمتعنا، كمان متعناه الحياة الدنيا.
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه؟ أيوة. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين للنار؟ هو بيقارن بين اثنين، واحد وعده هذا وعد حسن فلاقى ربه، والثاني الله أعطاه في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة وين بروح بيرمي في الجحيم، فهمت علي؟ من المحضرين النار، فهمت؟ أوكي. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هذا فيها نقصين. واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ تزعمون يعني شو تزعمون؟ تزعمون يعني شو تزعمون؟ فالسيوطي كملها في الإتقان في علوم القرآن. ويوم يناديهم فيقول أين الشركاء الذين كنتم تزعمونهم شركائي؟ فين الشركاء اللي كنتم تقولوا هذول الشركائي؟ فهمت علي؟ أوكي. الآية اللي بعدها قل الذي قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. طيب فتبرأنا إليك شو يعني تبرأنا إليك؟ تبرأنا إليك منهم، لأن الكل وتبرأنا، أنا بتبرأ منك، أما بتقول تبرأنا إليك شو يعني تبرأنا إليك؟ وهنا من جديد هذه إضافة الجلالين، هذا ما يسمى التقديم، ما يسمى الحذف والتقدير. لهيك الرصافي بيقول لك هذا القرآن يمكن أن يسمى كتاب المعميات، يعني ألغاز. طيب ويوم يناديهم الآية 65 ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ واذكر يوم يناديهم. أوكي. طيب الآية 68 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ناقص المعذرة هنا، في مشكلة لازم أرجع لها في مكان آخر، لازم أشوف لها فيها هنا مشكلة في هذه الآية، هرجع لها، أنا أحطها هنا في لون آخر علشان أشوف شو فيها مشكلة، الآن مش واضحة لي تمام، لازم أرجع لها. أوكي أيوة هشوف هاي الآية شو فيها مشكلة. أوكي هنكمل الآية 64. ويوم يناديهم فيقول أين الشركاء الذي كنتم تزعمون من جديد؟ واذكر يوم يناديهم فيقول أين الشركاء الذين كنتم تزعمونهم شركائي؟ ثم الآية 76 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أنت تشوف إذ قال له، أذكر إذ قال له قومه، جديد نكمل يا أخي 82 وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون
ويكأن الله يبسط الرزق لمن شاء من عباده ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. مشكلة. فهو جاء ويقدر يشاء، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. هذا إذن هو أوكي له قدر له ويقدر له. هناك آيات أخرى تقول نفس الشيء، يعني إحنا أخذنا على أساس آيات أخرى. أوكي نكمل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، لأن العاقبة ممكن تكون سيئة أو حسنة، يعني هو ما لأنها فيها مشكلة عقاب. فهو العاقبة قالوا لا المنتخب قال والعاقبة الحسنى للمتقين، هذا تكملة المنتخب. من جاء بالحسنة فله خيرا منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. شو يعني إلا ما كانوا يعملون؟ فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إلا جزاء ما كانوا يعملون. هذا تقبلة الجلالين. نكمل، احنا هنخلص بهذه الآية ثم نروح للأسئلة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. إلا رحمة من ربك، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالجلالين كملها، لكن ألقي إليك رحمة من ربك. أوكي. إحنا أخي حنوقف هنا، حنرجع في الصورة للصورة 50 في بعدين الحلقة القادمة، وحنشوف إذا هناك أسئلة. أنا بذاتي حأرجع لك، حألغي أني ليه عشان تشوفوني. أوكي، هل هناك أسئلة؟ أشكرك نبينا، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر كل أصدقائي المتواجدين. بصراحة في سؤال واحد، وما هو سؤال يعني شبه سؤال ضمن الموضوع، طبعا في أسئلة أخرى شوي خارج عن الموضوع. في وعي إلى ما لا نهاية عم بيقول وجهة نظري، أنت انحسبت الآيات القرآنية هي انحسبت في أيام الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كانت قوية. شو رأيك نبينا؟ أنا في الواقع ما عندي المخطوطات، ما عندي المخطوطات اللي يعني الكتب القرائين اللي كانت قبل الدولة العثمانية. ما بعرف، أعرف إنه الدولة العثمانية أضافت الأليف لبعض الكلمات، هذا أعرف. يعني وجدوا إنه في أحرف الأليف حتى تفهم أكثر، مثل الرحمن أو مثل السابق لأنه تعرفه، يعني مش ألف صريحة، فأضافوا الألف الصريحة. أما لا أعرف، هذه يجب أن يكون عندنا قرائين من قبل الدولة العثمانية وقرائين من بعد الدولة العثمانية حتى نستطيع أن نقارن. لكن في عندنا مخطوطات تقول قبل الدولة العثمانية نوعا ما،
موجودة في هذه النواقص. فأنا ما بعرف، ما لم أعمل على المخطوطات، أنا أعمل على النص الحالي، على النص الحالي، حتى لا يقولوا لي هذا عيب في المخطوطة وما شابه ذلك. لا، أنتم بتعتبروا أنه هذا هو القرآن تاعكم اللي نزل من عند الله وما في تحريف، مصدقكم الرأس والعين اللي بتقولوه موافق معاكم. طيب احنا هنبحث في هذا النص اللي انتم بتقولوا عنه مش تحريف، شفتوا النواقص ولا لا؟ فهمت علي؟ اوكي، هلا في اسئله اخرى اخي الفاضل؟ على كل حال انا اشجع اصدقائي انه يطرحوا اسئله ونستفيد كلياتنا من وجود نبينا بهالحلقه هي. في سؤال من ميمو، عم مي مو مو اسف، عم بيقول طيب لماذا سميت، عفوا ماريا، ماريا لماذا سميت سور القرآن بهذه الأسماء؟ أيوة، هو عامة بياخذوا كلمة مهمة، أو يعني مثل تقول مريم، سورة مريم، لأنه السورة جاء فيها مريم، هو ليس السورة واحدة جاء فيها مريم، لكن إحدى السور مريم، والشمس لأنه جاء فيها الصورة، صورة في الصورة كلمة الشمس. مثلا هنا لنأخذ صورة الإسراء، هذه الصورة مأخوذة من الآية واحدة من صورة الإسراء اللي بتقول على سبيل المثال سبحان الذي أسرى، علشان هذه الكلمة جاءت في هذه الآية سبحان الذي أسرى فسموا صورة الإسراء. لكن في هناك صور سميت قاف، نون، وما اعرفش ايه، او ياسين او طه، فيعني هذه ارقام ربما للصور، هذا ما يمكن ان يقال. او مثلا سوره العنكبوت لانه في عنكبوت، او سوره البقره لانه في الصوره بتتكلم عن بقره. هذا هو. اشكرك. طيب نبينا، في سؤال من نيو، بصراحة أنا السؤال شوي يعني عم بيقول من فهمكم أنه لو يتخلى المسلمون عن دينهم ستحل مشكلة العرب؟ شوف، الغربيين لم يتخلوا عن التوراة ولم يتخلوا عن الإنجيل، واستطاعوا أن يحلوا مشاكلهم ويتقدموا اجتماعيا وفكريا واقتصاديا واللي تريدوا سياسيا، لكن هم رفعوا القداسة عن الكتب المقدسة أو المقدسة أو المقدسة اللي تريدوا. هو أنا شخصيا يعني حدث أنه مع أخونا سال، هو أراد أنه يشق القرآن أمام الجميع، لأنه مسكين ابن أخوه قتل، فطبيعة الحال هو حزين، فهو يعتبر أنه سبب قتله هو الاعتقاد بهذا القرآن، فأراد يشقه. أنا قلت له لا تشق القرآن، يجب أن نتعامل كل معاملتنا معاملة يعني إنسانية وحضارية. وأنا أبد ما قلت امنعوا القرآن، لكن أنا أقول اطبعوا القرآن بصورة أخرى حتى نرفع القداسة عنه. يعني حمورابي وضعوه في المتحف، وكل والعراقيين يفتخروا إنه حمورابي من عندهم، لكن ما حد يجي يقول لك إنه حمورابي مقدس حنطبق كل اللي قالوا حمورابي، لا ما لهاش معنى. هم لو يطبقوا حمورابي بترجع لشريعة الغاب، العين بالعين والسن بالسن، لأنه موجود في قواعد حمورابي، واللي أخذتها من اللي أخذته منها، أخذت هذه القاعدة التوراة والقرآن أخذها من التوراة. ما حدش عراقي يقول إحنا نطبق شريعة حمورابي. هنا فقط رفع القداسة. وأنا تعرف أنا عملت حملة جديدة الآن وطالب إنه نرشح نبي جديد. ايوه فارم عليك، ايوه نبي جديد، وكتبت مقال يعني البارح في هذا المجال، ووضحت الامر،
واعتبرت في مقالي الأخير أنه أنا أعتبر الملحدون هم الأنبياء الجدد. الملحدون هم الأنبياء الجدد. على فكرة أنه كل الأنبياء السابقين كانوا يعتبروا ملحدين، لأنه كانوا ينكروا، يعني ينكروا ما كان يعتبر يعني من الضرورة بالدين حسب جماعتهم. وكل الجماعتهم الموسى ولا محمد وعيسى أو محمد كفروهم جماعتهم. الأنبياء كلهم كانوا ملحدين، واليوم هم الملحدين اللي بينكروا اللي بيقولوا رجال الدين، ورجال الدين بكفروهم على دورهم. فأنا أقول رجل الدين لا يصلح اليوم نبي، لا يصلح لنبي، لأنه هو تابع نبي ما عادش صالح، ما عادش صالح. يعني مثل تعرف في هيك علب أو مثل هيك في حليب أو مثل هيك مكتوب عليه مدة صلاحيته، بعد ما بدت تفسد الحليب لازم ترمي، المحل الوحيد هو بيت المية بعيد عنك، ما في مكان آخر، ما تقدر تشربه لأنه تشربه تموت. المشكلة إنه العرب قاعدين بيشربوا حليب فات موعده، فات وقته، فسد. يعني إذا أنت عشت وجدت علبة شو اسمه فيها أكل من زمن الفراعنة، ما تقدر تأكلها، تموت. أنا مرة اشتريت، كانت شاطر، رحت جبت 20 لتر حليب وخزنتهم تحت، ما شربت 20 حليب موعد ولا فات وقتهم، لما فتحتهم بيني وبينك ريحته نفطيسي. فالأنبياء الكتب القدامى فات وقتهم وصار ريحته نفطيسي. يعني هو كيف بيعملوا الغازات السامة من مواد دم إفسادها ومثل هيك، وطلعوا لها روائح فاسدة اللي تخرب الدنيا واللي فيها. فهدول الأنبياء القدامى هدول هم مواد سامة. يعني اللحم، انت اشتري لحم وحطه حطه برا بالشمس اسبوعين، وبعدين حاول كله، ثاني يوم بمضوك على المستشفى، ما بنفع لانه فسد. تشوف انه فسد، ريحته بتطلع. حتى السمك بعد 3 ايام، ان اكلته بعد 3 ايام من صيده اذا ما كانش حاطينه يعني في الفريزر بتموت منه. فهنا يعني انا اقول لا، يعني انه نعتبر القران كتاب تراث مثل الف ليله وليله، ما حد بيقول ارمي الف ليله وليله، لكن نسمي الامور بمسمياتها. هذا قران للقرن السابع، زين، اليوم لم يعد صالح للاستهلاك. نحن بحاجه الى نبي، وانا في يعني الحملة اللي بقوم بها لاختيار نبي جديد أقول إنه النبي بعمر 65 سنة لازم يتقاعد، لازم يجي نبي جديد، وإذا فشل في رسالته لازم تقيله، فهم علي؟ وبعدين ما إله عصمة، يعني ما حد يقول أنا النبي الوحيد، لا، أنا بقول في كل مدينة لازم يكون نبي، ولكل بلد نبي، وبعدين نعمل جمعية الأنبياء، وبعدين نعمل نقابة الأنبياء، فهم علي؟ فهذه نظرتي. المشكلة مع الأنبياء إنهم هذول أنبياء بلا تحديد تاريخ صلاحيتهم، بلا تحديد. أنت تعرف في المدينة اللي أنا كنت أدرس فيها في فريبور كان في قوانين قديمة تقول إنه ممنوع تمر سيارة في المدينة إلا إذا واحد كان ماشي قدامه وحامل علم بلوح به. ليش؟ علشان ما يخوفش البقر اللي بتمر بالمدينة. لأنه أول مرة اخترعوا السيارات كان المدينة مر فيها بقر، فأنت بتيجي بسيارة بتعمل فوضى بالشوارع. فالقانون ينص إنه ممنوع تسوق السيارة في المدينة إلا إذا واحد قدامها حامل علم بلوح به، انتبهوا يا ناس بدها تمر سيارة هلا، انتبهوا فيها. هذا قانون موجود،
لكن ما عادش يصلح. هل انت تتصور واحد يعملها هيك؟ لا يا اخي، بطل في بكر في المدينة، فما عادش القانون يصلح. هنا الوضع، يعني كل القرآن والتوراة لم يعودوا صالحين، لم رب، وحتى في زمانهم ما كانوا صالحين أصلا. كانوا مفسدة. مش مهم، مش مهم. وأنا وضحت إنه القرآن بيقول لك، تعرف في كلمة بالقرآن إحنا ما بننتبه لها كويس. شو بيقول لك؟ شوف شو بيقول لك القرآن. حقرأ لك الآية، لأنه في ناس مش منتبهين لهاي الآية. أيوة، مش منتبهين لهاي الآية. شو بيقول القرآن؟ هفرجيك شو يقول القرآن مشان أنت ما تصدق. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. طيب، في آية أخرى، هذا بسورة الأعراف الآية 145، وفي الآية 18 الزمر، شو بقول؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني نتخذ المنيح مو العاطل. يعني اليوم ما عادش، يعني المنيح هذا بس كله ما بينفع على بعضه. ما يعني انا مثلا بهدي لك دجاجه مشان تاكلها، تروح ماكلها بريشها بعظمها بلحمها، ما بينفع، بتموت، ما بتنفع. او اهديك بقره تروح تاكل قرونها وذنبها وحوافرها، بتنتهي بالمستشفى. فأنت لازم تاخذ أحسن اللي في البقرة تقدر تاكله، ما تروح تاكل الريش تاع الدجاجة. هو الريش من الدجاجة بس مش للأكل أخي، فهم علي؟ هم أغبياء، بياخذوا القرآن كله ريشه مع جريم مع بيضاته مع خصواته مع خرياته. هنا المشكلة. القرآن بيقول لهم يأخذوا بأحسنها، فيتبعون أحسنه، لمني يخدوا والباكر مي. يعني انت عمرهم ما شافوا واحد بذبح بقرة. هل الخريات اللي بطنها بوكلوا؟ لا، برموه. هل بوكلوا حوافره؟ لا. هل بوكلوا قرونه؟ لا، باخدوا أحسن قطع في البقرة بياكلوه. أما واحد ينجن يقول هاي البقرة للأكل، خلاص حاكلها، يبدأ بكرونها، بعد ساعتين يودوه على المقبرة. هاي المشكلة بتاعت المسلمين، إنه ما عرفوا يفرقوا بين الغث والسمين. هلا أنت، أنا أهديك علبة بندورة وعلبة تفاحة وعلبة فواكه، أقول لك أنا هديك هذا للأكل، فأنت تأكل الحديد مع اللي محتوى، شو يصير؟ يقول لك أنت انجنيت ولا شو؟ أنت تفتح العلبة وتأخذ اللي جواتها، ما تأكل الحديد أخي. هم لا، بأكلوا اللي جواتها والحديد. مثل واحد تعرف فلاح أول مرة دخل المدينة، أول مرة بشوف موز، قالوا له شو رأيك بالموز؟ قال له والله منيح، بس المشكلة إنه العجمة تاعته كبيرة. هو أكل الكشر ورمى اللي جواته. هاي المشكلة، إنه الناس مش عارفين يفرقوا ما بين الغث والسمين، وهذا اللي إحنا عايزين نفهمه من الناس. إحنا مو لرمي كل القرآن، ولا تبلع كله، لا تبلع كله ولا ترمي كله، أخذ المنيح واترك العاطل. بس هم لا، لأنه معصوم. ولك يا عمي، ما حد قال لك إنه البقرة تؤكل من قرونها؟ ما في إلا مجنون يأكل البقرة من قرونها وحوافرها وذنبها وخرياتها، ما بنفع. ما صار جنون العرب جاي إنهم بياخدوا القرآن بياكلوا بمغلفه، بجلده. ايه، مش هو قرآن كريم؟ خلاص ابلعوا اخي، ابلعوا، ما بينفع هيك. لا، ما هو القرآن بقول لك ياخذوا باحسنها،
فيتبعون أحسنه. واضح، بس هم مش عايزين يفهموا. هو كله منيح، بس القرآن ما قالش هيك، ما قالش إنه كله منيح، قال إنه في حسن وفي غير حسن. فهم لا، هم لا. طيب أهو نشوف إذا في أسئلة أخرى. آمل إنه الناس على كل حال. على كل حال نبينا، يعني هو أسئلة ضمن الموضوع ما في، لذلك أنا أعتذر عن أصدقائي ووقت البرنامج ما نطوله أكثر من ساعة ونص. تمام. نبينا كلمة أخيرة إذا بتحب تقولها بهالحلقة هي، تفضل. الكلمة الأخيرة، أعمل ميوت عندك. الكلمة الأخيرة إنه أعتذر إن جرحت الناس، وأشكرك إنك وصلت صوتنا للجميع، وطالب المشاهدين إنه يوصلوا هذه الحلقة لأكبر عدد ممكن من الناس. أهو، ولا أنا لست لا أدعي العصمة، يعني أخطأ مثل جميع الناس اللي يخطأوا، فأرجو المعذرة وأتمنى للجميع ليلة سعيدة. وإلى الغد عندنا حلقة مع أخونا جان سال عن مصادر القرآن، المصادر السريانية والشعر جان. ويوم الاثنين عندنا المتنورون الإنسانيون مع سامي التونسي، حنعمل حلقة عن الفاتحة، عن سورة الفاتحة، فانتظرونا. وشكرا لك، وليلة سعيدة للجميع. أشكرك نبينا، أشكرك جزيل الشكر على الوقت الرائع اللي عطتنا إياه. طبعا أشكركم أصدقائي جزيل الشكر على التواصل وعلى المتابعة. بعد ساعة ونص من الآن في عنا حلقة مع أخونا فؤاد الصبار عن الإرهاب الدولي، يا ريت تكونوا معنا. طبعا ما تأخذوني، أنا مريض شوي، فشوي مرضي ما عم بيساعدني أقدم حلقات كثيرة. يعني ساعة ونص كمان من الآن ونشوفكم مرة أخرى. أشكركم أصدقائي وأشوفكم بعد قليل. إلى اللقاء. شكرا لنا. شكرا، مع السلامة. سلامات.